الله تعالى وبركاته. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك تعليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اليوم اخواني الاعزاء غادي نكملوا الفورماسيون ديالنا ديال لي فاريتي ديال البيتاس، وغادي نشوفوا اليوم ان شاء الله كيفاش نخدموا بلونطري انالوجيك اللي كاينه في الفاريتي ديال البيتاس. هاد لونطري اللي ما بين الكوما والاي ا، هاد لونطري انالوجيك كتخدمي اما ب 0.5 فولت ولا 0.2 فولت. تقدم تبلا وفيراج غادي تشوفوا ان شاء الله كيفاش نديروا لا كونفيغوراسيون ديالها، كيفاش غادي نخدموا الموديل الصوتي انالوجيك ديال الرطبات اللي كانت عندنا اللي خدمنا بها في الفورماسيون الفيتشر للريفيرونس ديال تي سي اكس اي اس زد 401. هاد الصوتي انالوجيك، هاد الموديل الصوتي انالوجيك يخلينا واحد السينال صوتي من 0.2 فولت هو اللي غادي اتاكي هاد الانطري انالوجيك اللي كاين في الفارياتور ديالنا. غادي نشوفوا اطلاله بسيطه نذكروا فيها البروغرام ديالنا اللي كنا خدمنا عليه ديك المره. درت انا ان امبيسيون صغيره سير الفرومونتون على هاد الانطري ا كونديسيون كول كومباراتور كومباري كو لادريس صوتي 5.0 توجور صغار من 10000 ميلي فولت اللي هي 10 فولت، خاصك تكون ديما تقرا 10 فولت. الى فات 10 فولت باغ اكزومبل نقدر هاد لونطري تضرب لينا ديال الفاريتور. اون فوا هاد لا كونديسيون كاينه ابوي على البوطون على تابي سور البوطون اللي عندي لا سورتي كي دبليو في 5.0 تبقى ديما تطلع ب 1000 ميلي فولت 1 فولت باش تطلع. ان بوطون اخرى ميم فونكسيون غير خاصني ديك لا بولاريتي تكون ديال لا سورتي انالوجيك ما تهبطش تحت 0 فولت. حيت هاد الكومباراتور هو اللي يعطيني ديما سي لا سورتي انفيريور ا 0 هادشي. الا كانت اكبر من 0 ديما كيعطينا لاكسيون لهاد لوبيراسيون اللي هي لا سورتي كنقص ب 1 فولت. اون فوا كن ابوي سيغ لا بخوميييغ بوطون الاولى باش نطلع ب 1 فولت اوتوماتيكمون لو فارياتور خاصو يطلع عليا لا فيتيس، طلع عليا لا فيتيس سوا يطلع عليا 2 فولت انتي دي سويت 3 فولت حتى ل 10، وكل امبيسيو يعطيني ان فيتيس اللي باغي انايا اللي فيتيس تاهما ريغلابل كوا. ويلا ابويت على البطون اللي كنت نقص طونسيو بيان سيغ لا فيتيس هي غادي طيح تاع الموتور الموتور اللي عندي. نشوفوا الكونفيغوراسيون كيفاش غادي دير في الفارياتور. ميم شيما ميم شيما الكتريك اللي كانت عندنا ديك المره خدمنا بها هي دابا لا كونديسيون ايسونسيال اللي خاصنا نركزوا عليها هو لا فيريفيكاسيون ديال لي زونطري صوف ال اي او اي بي ال اي 3 ال اي 4 خاصهم يكونوا سون با اكتيفي، حتى وحده ما تكون اكتيفي فيهم صافي ما يدخل فاريات في السوتونسيون. مهم على هذا هادو لي ريغلاج ايزي عادي اللي كاين فيه هما لو ميم اللي غادي يبقاو الفريغلاج اللي غادي ندير انا هما لو ميم صوف لا طونسيون لا طونسيون صوف شي ا اون تي ندخل لهاد لوطري ا 11 تي غادي نبدل لي لا كوموند من 5 فولت ل 10 فولت. وهاد هاد لوطري كيكون يا اما 0.5 فولت 0.2 فولت ولا بلامبير 0.20 ملي امبير 4.20 ملي امبير. بسم الله غادي نمشي باش نبدل لا سورتي نرجعها كومباتيبل مع 0.2 فولت. قلنا ندخلو الكونفيغوراسيون configuration à haute à haute à 5 volts 5 U 5 volts 10 volts 0 0 ampère et là qu'il y a 0 ampère là qu'il y a le capture là qu'il y a l'entrée de l'ampérage à nous là qu'il y a le voltage à activer 0 10 volts ça fait activer 0 10 volts. بسم الله غادي نشارجي البروغرام ديالي
شارجي بي سي اوتومات كونيكتي. كونفيرمي لو ترانسفير، كونفيرمي لو ترانسفير لابليكاسيون دوكا. لا واحد شوية الاوتومات كانت عندي خدامة، دابا خاص تحاول امور الصبر. اوكي maintenant elle est chargée, on fait connecter avec l'automate. Le bête va se connecter dès l'activer la moteur. Ça fait l'automate عندي passé en mode. من بعد ما تشارجي ليا البروغرام ديالي لوطوماط غادي نفيريفيك هاد لاسورتي واش مخرجة نيت زيرو ديفولت قبل ما نخدم الفارياتور عندي. نشعل لاباراي زيرو فولت نابوي مثلا دو deuxième pression, parce que c'est 2 volts. Ah, il y a 2 volts. Donc 2, 3, 4, 5, 6, 7. On va vérifier. 7 volts. Tu vois la diminution. 7. D'abord, il y a une pause. 6. 5, 4, 3. هو البروغرام عندي خدام امبيكابل. بسم الله ناكتيفي. انا خديت انبوط هاد لونتري الاولاني اللي كان عندي قبيله 1.2 هو اللي غادي اكتيفي ليا الان اي ان. غادي ناكتيفي الالي ان بوحدو. الالي ان خاصني نركز عليه، الالي ان بوحدو هو اللي تاكتيفي عليا باش يخدم لي داكشي مزيان. بسم الله ناكتيفي الالي ان. دونك لا موتور تور ديريكت هو. علاش؟ حيت خليت انا لا سورسي ديال 3 فولت، اذا نقصت هبط للزيرو 0 فولت الفارياتور عندي غادي يوقف. دابا اون فوا ابوي باش يخرج لي 1 فولت. On va voir. 1 volt. Équivalent 5.